عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والله شغلي سهلة والله. الزوج صدقوني أمامه أكثر من 100,000 بند حتى يسمح له بدخول الجنة، أما الزوجة معفاة من كسب المال، من العلاقات مع الناس، معفاة من الضغوط الخارجية، معفاة من الإغراءات الخارجية، علاقتها بزوجها، فإذا أطاعته ومات وهو راض عنها دخلت الجنة. والحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وصححه الحاكم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. في زوجة عبء بتكون، وفي زوجة في خدمة الزوجة، في زوجة ضاغطة دائما في نكد بالبيت، هذه من أسوأ الزوجات، وفي زوجة صابرة معينة، هذه من أفضل الزوجات. فإذا كان صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، جنتها ثمنها 4 بنود فقط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ يعني امرأة في بعالمها، في إلى أب، إلى أم، إلى أخوات، إلى أخوات، إلى أولاد إخوة، أولاد أخوات، إلى عمات، إلى خالات، إلى جيران، إلى صديقات. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. والزوجة المقصرة الفاسقة أهون الناس عليها زوجها، لا تقوم بخدمته، ولا تبدو أمامه كما ينبغي، ولا تحسن الكلام معه، بل تقسو عليه وتريه أبشع ما عندها، بينما أنوثتها وجمالها وأناقتها للآخرين. هذه المرأة التي يغضب الله عليها، لا تحصن زوجها ولا تريحه. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. في بحياة الرجل أول إنسان بحياته أمه، بحياة المرأة أول إنسان بحياة زوجها. هذا توجيه دقيق جدا، لأنه ما في قلب في رحمة لشخص آخر كقلب الأم. الأم تتمنى أن تموت ليحيى ابنها، تتمنى أن تجوع ليأكل ابنها، تتمنى أن تعرى ليلبس ابنها، تتمنى أن يكون أحسن الناس، لا تنام الليل من أجله. فإذا رد عليها الرد القبيح إنما يكبر، فإذا رآها عبئا عليه، فإذا خاطبها بلغة المفرد، فإذا فضل زوجته عليها. يعني أنا أذكر قرأت في بعض الكتب، كتب الحديث، أنه إنسان ما تمكن أن ينطق الشهادة في عهد رسول الله، ثم علم أن أمه لم تكن عنه راضية، يعني أساء إليها، كان يفضل زوجته عليه. وهي بالرجال من أكبر القبائح، أن امرأة انضمت للأسرة حديثا تملك قلب زوجها فيقسو على أمه. وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الجيرة مكان فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، لملك لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له. عفوا، في الحيرة، أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، لملك لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال لي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لا.
قال لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله ولهم عليهن من حق. يعني ما سمح النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا أن يسجد أحد لأحد، فيما لو فرض، فيما لو أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وصححه. يعني أيضا حينما تتلكأ المرأة في تلبية حاجات زوجها هذه يغضب الله عليها. يؤكد هذا الحديث الآخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. آخر حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ما لا أحد، ما لا أهل، ما ليس هناك من ينفق عليها، ليس هناك بيت يؤويها، ومع ذلك تقسو على زوجها ولا تشكره وتكون عبئا عليه. هذه امرأة لا ينظر الله إليها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: فاطمة وخديجة وآسيا ومريم، وما سوى ذلك خلقنا من ضلع أعوج، فإن أنت أردت أن تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، وإن أعوج ما في العود أعلاه فاستمتعوا بهن على عوج. يعني جبلة المرأة مركبة على أشياء بعيدة عن طموحات الرجل، هي تريد المظاهر، هي تريد حظها من الدنيا، وقد لا تكون موافقة لزوجها فيما يرجو. على كل، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام استمتعوا بهن على عوج. أنت القائد وأنت الرجل وأنت لك القوامة ولك القيادة، لكن بالمعروف. وحينما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، فهم السادة المفسرون هذه الآية على النحو التالي: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. أيضا الزوج الذي يصبر على أذى زوجته ويحتملها له عند الله أجر كبير. نعم. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.